السلام عليكم مرة أخرى أخواتي. درك عندنا بعد الياريس عندنا الكليوكات، فيها مشكل تاع جبال ملاء على سفلي تاع كاردون. قال لي نسيت وناها، ديجا وناها اللي شافوا فيه لاغريس. طلعت قلت له براكي كلش اغوش، جيت نحل نطلع تاع لاغوش لقيته مقطع. قلت له زيد براكي يا دروات خلي نكونفيرمي هذا ولا هذا، لقيتهم في زوز مقطعين امام طون ماشي 150 الف الطوموبيل بايت نحا. عندنا ترونت من هنا، عندنا زوز دي زويت هذوما تري بيه بلي بلاكات نون بارلون با هذاك باين، وعنده خدموا له سيستم درك الكليو ما بقاش كيما بكري كاردون طويل ولا حاجه، ولا ورجعوه كيما البيجو والبارتنر هذوك الكل، ان كاردون يجي طويل وعنده رولمون في النص. حيتو هاي وين تجي الرولمون، هاي الرولمون عنده رولمون في النص ولا قصير، بس عنده رالونج هذا شغل تاع مع المونشون، وعنده رولمون في النص. ادير رولمون تقدر دير مشاكل بليطار تولي ترحي، الناس تسمع الرحا يروح يبدل رولمون تاع روضه وهي راه تاع الكاردون اللي قاعده ترحي هدية، او بدلت منهم ديجا واحد الوقت. هذا حبيت نعطيك انفورماسيون، هذه عندها كاش من تحت. الكليوكات مش كيما السامبول والاخرين عندهم نص تاع كاش كات نحيه ساهل. درك الكات هذه ولا الكاش من قدام اللورا ما تنجم دير والو، هو نحيه الكاش عجلبه هنا نص لاكسي تاع البولون تاع تراز تاع الفرات على الرولمون هذا بولون تراز عندها هاكا يجي في في هذه وين يجي تراز، يجي هنا تراز وهاي وين يجي رولمو، هذه تقفل على رولمو ناحية الكاش من تحت باه يجيني تراز ساهل برك. هذه بس لازم نفرغ الزيت على بواط ما نسواش، باسكو كي نحيو الكاردون راح يسيح لنا الزيت. أول حاجة نفيد نجيو الزيت على بواط، هذه معلومة بركة. درك نشريو لها المونشون السفلي نحيوه نديو بالموديل، نشريو لها زوز ديريكتومون ونجي نبدل الركب هذا ونزيد نكمل نبدل تاع لاكوش. هذه معلومة بركة على الكليو كات، وبارك الله فيكم ورحمة على الوالدين والسلام عليكم. نقول لكم الكليو هذه ما فيهاش موتور 1.2 اس اس في كيما الاخرين، فيها موتور افيك تربو ايسونس افيك تربو 3 سلندر كما كم تشوفوا فيه افيك تربو. ها هو التربو تاعو وين هو، هذا موتور قوي زادوا له تربو بيولي قوي مليح.